أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم ودمتم جميعا بخير، ورحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بدل الحكاية 2 الساعة 2 السبت من كل أسبوع. ورحب بزميلي خلف الكاميرات، ورحب بزميلي في الكنترول، ورحب بزميلي محمد إسماعيل ينضم إلى حضراتكم في فقرة عن الحكاية الثانية. أما حكايتي الأولى مع حضراتكم فهي كالآتي: صدق أو لا تصدق. يذكر التاريخ أن التعليم عن بعد بدأ في بريطانيا عام 1840. منذ ذلك الحين ونحن نحاول التقدم في هذا الاتجاه، ولكن بشكل اختياري. انتشار كوفيد-19 أجبر المدارس على الإغلاق، وقالت لمعلميها: علموا عن بعد. ولكن السؤال: هل نحن جاهزون لهذا التحول؟ التحول الرقمي في التعليم، التعليم عن بعد، وجهان لعملة واحدة. للتعرف على التعليم عن بعد، مفهومه أن تتعلم من بيتك أو أي مكان آخر دون الحاجة إلى الوجود داخل المنشأة التعليمية عن طريق التكنولوجيا والاتصالات. هذا يسمى تعليم عن بعد. أعزائي المشاهدين، التعليم عن بعد من أهم ما جاء في العصر الحديث. نتطرق سريعا كيف تطور التعليم عن بعد. في السبعينيات كان التعليم عن بعد كانت ترسل الجامعات كتب وشرائط فيديو إلى الطلاب عن طريق البريد العادي، ويقوم الطلاب بأداء الفرائض والواجبات وإرسالها مرة أخرى إلى الجامعة. ولكن كان هناك شرط أن يحضر الطالب الاختبار النهائي. في الثمانينيات من القرن الماضي حدثت طفرة مختلفة. التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أصبح التعليم عن بعد عن طريق البريد الإلكتروني. حضراتكم، القرن الجديد أحدث طفرة نوعية كبيرة في التعليم عن بعد بوجود المواقع الإلكترونية المختلفة مثل زوم وسكايبي. أنشأت حلقات مختلفة نقاشية ما بين الطالب والمعلم مثل سكايبي وزوم وغيرها، وأيضا هوم سكولينج وريموت ليرنينج. معايا طبعا الدكتور أحمد البنا، أستاذ ومدرس التعليم عن بعد. دكتور أحمد، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. ازيك يا دكتور، برحب بحضرتك. حضرتك ندرة من التعليم عن بعد، بحث حضرتك موثق من وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي في التعليم عن بعد والتحول بوجود الانترنت. برحب بحضرتك يا فندم. سؤالي لحضرتك: مفهوم التعليم عن بعد، ملخص المفهوم عرفه للسادة المشاهدين. هو بالظبط كده، التعليم عن بعد عبارة عن خدمة تقدم للمتعلم وفقا لطلبه، تعتمد على بيئة إلكترونية رقمية تستهدف بناء مقررات وتوصيلها بواسطة شبكات إلكترونية. التحول الرقمي ده المفهوم البسيط بتاعه. دكتور أحمد، التحول الرقمي هو نفس مفهوم التعليم عن بعد. بالظبط. بالظبط. طب حضرتك، ما هي أهم مميزات التعليم عن بعد أو التحول الرقمي في مصر؟ في مصر أولاً، مميزات التعليم عن بعد أو التحول الرقمي، وبيحسن الكفاءة بدرجة عالية جداً، كذلك بيقلل الانفاق. انت عارف ان مجال التعليم بعد مستهلك جدا بالنسبه للبيوت بتاعتنا كتير، كذلك بيقدم خدمات جديده بسرعه ومرونه، وبيعمل تغيير جذري في الخدمات المقدمه للافراد في مجالات كثيره من التعليم والصحه وغيرها. هو دكتور أحمد، التحول الرقمي طبعا مؤسسات الدولة تعمل عليه من خطة 2018 ل 2030، والدولة طبعا ضخت مليارات في هذا الأمر في الميزانية الأخيرة في العام الماضي. حضرتك، عايز أعرف ما هي أهم معوقات. احنا كنا بندرس الرسالة بتاعت حضرتك أو بنقرأ فيها أنا والإعداد، أهم معوقات التحول الرقمي بالنسبة للطالب أو المعلم أو حتى المادة أو المنهج. هو عموما معوقات التحول الرقمي بالنسبه للتعليم عامه بتتمثل في: واحد، ضعف البنيه التحتيه للاتصالات والتقنيه، دي مشكله كبيره جدا بتواجهنا. في بقى معوقات بترتبط بالمعلمين، وهي قله اعداد المدربين او المعلمين المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس. كذلك قله انتشار الحاسب الالي وملحقاته في العديد من المؤسسات التعليميه. وفي معوقات ثانيه مرتبطه بالمنهج نفسه، وهي عدم مطابقه المنهج وملائمته للوظائف والتقنيات المستقبل. كذلك ندره البرمجيات التعليميه الخاصه بالمناهج. كمان في معوقات مرتبطه بالطالب نفسه بقى. زي ايه يا دكتور؟ اذكر لي كده اهم معوقات الطالب بالنسبه برضه للتابلت،
مش هو برضو من افضل التابلت ده مشروع يعتبر مشروع من المشاريع العظيمه جدا اللي قامت بها الدوله، لانه وفر حاجات كتير جدا، وفر تكاليف كتير جدا على ولي الامر من كتب مدرسيه ودروس خصوصيه وحاجات كتير جدا. لكن من مشاكله ان الطالب بينشغل بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من انشغاله بالمناهج الدراسيه اللي على التابلت نفسه. تمام، هو رسالة حضرتك كانت عن التحول الرقمي وأثره في التعليم على مصر. حضرتك ان شاء الله. الرسالة دي كانت سنة كام؟ قبل الكوفيد ولا كانت؟ لا انا واخدها في 12 2020، شهر 12 2020. 12. حضرتك ما شاء الله من الناس الندرة في هذه المجالات. طب حضرتك حبيبي يا دلوقتي المعوقات بالنسبة للكوادر، الكوادر دول هل انت شايف حضرتك ان ممكن يتم تدريبهم ولا الموضوع ياخد وقت اطول؟ لا ممكن يتم تدريبهم ببساطة جدا، يعني لو كل اتعمل اداة كوادر قادرة على التصدي لاي مشكلة، عشان لو اي مشكلة حصلت يبقى قادر هو انه يتصدى لها في حينها، لان مش التكنولوجيا مش هتستنى انك تتعلم، لازم تكون انت سابق التكنولوجيا. واحنا سهل جدا ان احنا عندنا كوادر عاليه جدا وكوادر عظيمه جدا، ممكن تقوم بتدريبهم واعدادهم اعداد كويس جدا، على اساس ان احنا برضو ما يبقاش في اي مشاكل تواجهنا اثناء التحول الرقمي او التعليم عن بعد. في سؤال يا دكتور احمد من احد المشاهدين على صفحه البرنامج بدا الحكايه 2، بيقول بيتحدث عن امن المعلومات والاثار السلبيه، ممكن توضح لي الاثار السلبيه؟ هل ممكن فعلا اختراق المناهج من فعلا ده من الاثار السلبيه للتحول الرقمي في اي حاجه؟ يعني امن البيانات ده شيء صعب جدا، لان اي بيانات انت بتجمع بيانات عاليه جدا وكبيره جدا، وفي من السهل جدا اذا ما كانش في امن بيانات عالي قوي وفي ناس قادره على التصدي لهم انه يخترق، وده شيء صعب جدا فينا. وفي برضه حاجه اسمها مخاوف الخصوصيه، لان كل الخصوصيات دلوقتي اصبحت على في العالم الرقمي اكثر صعوبه، يعني الحفاظ على الخصوصيه في العالم الرقمي اكثر صعوبه، كذلك بتؤدي للعزله الاجتماعيه والشعور بالوحده. طبعا، وفي برضو امر مختص بالبنيه التحتيه والالياف الضوئيه وكثره انقطاع النت، ده برضو بيأثر على التواجد. ده اكيد طبعا، ده اكيد. طيب حضرتك دلوقتي في برضو نقطه مهمه، اسف لقطع كلامك، يعني اتفضل. هو عدم قناعه بعض المعلمين ومتخذ القرار باهميه التعليم الرقمي، دي مشكله بنواجهها كلنا وتواجهها الحكومه في هذا الاطار يعني. طيب يا دكتور احمد، سؤالي لحضرتك الاخير، ارتفاع كثافه الصف في المنشاه التعليميه له علاقه برضه بالتعليم عن بعد، بس ازاي التعليم عن بعد وانت حضرتك كاتب في رساله ارتفاع كثافه الصف ده له علاقه بتجربه الدول الاخرى؟ طبعا حضرتك انت عارف كثافه الفصول دي بتاثر عليا على اي شبك النبض، لو في اكتر من يعني ايام نتيجه الثانويه العامه ما بيحصل ضغط على الموقع بتقع، فطبعا كثافه الفصل على الاكسس بتاع متركب الفصل بتعمل مشاكل في توصيل الانترنت او وقوع بعض الطلبه يعني. دكتور احمد البنا، بشكر حضرتك، دراسه بحثيه مهمه جدا موثقه من وزاره التربيه والتعليم في التعليم الرقمي واثره في التعليم في مصر، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. حضراتكم، التعليم عن بعد من اهم ما يميز العصر. التباعد الاجتماعي يكون عن طريق ان احنا كلنا لازم نكون بعاد في الصف، في المحلات، في المولات، في اي مكان. فالتعليم عن بعد او التعليم الرقمي لابد ان تعمل الدوله وبجد. الدوله سنه 2021 في الميزانيه ضخت حوالي 10 مليار جنيه مصري في الميزانيه. ليه؟ مش للتعليم عن بعد ولا التحول الرقمي، التحول الرقمي دايما عن المؤسسات في العاصمه الاداريه، في الصحه، في التعليم، في المؤسسات جميع المنشات العسكريه وجميع المنشات الصحيه وجميع المنشات ايضا البتروليه. طبعا المعوقات المرتبطه بالمعلمين، قله عدد المعلمين القادرين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتدريس، وقله انتشار الحاسب الالي وملحقاته في العديد من المؤسسات التعليميه، وطبعا برضو اخر حاجه المنهج، لابد من تعديل المنهج للعمل على التعليم عن بعد او التعديل الرقمي او التعليم الرقمي. حضراتكم دلوقتي من اهم ما يميز التحول الرقمي تحسين الكفاءه وتقليل الانفاق، وطبعا تمام. معانا طبعا الدكتوره لبنى، نسالها سؤال مهم جدا. دكتوره لبنى، مدرس الحاسب الالي كمبيوتر ساينس بجامعه السلاب، برحب بيك يا دكتوره لبنى في بدل حكايه 2. اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين. شرفتني يا دكتوره، شرفتني يا دكتوره.
شرف لي. سؤال يعني كويس. لحضرتك، مدى قدرة الألياف الضوئية على استيعاب هذا الكم الهائل من التحول الرقمي عموما في التعليم وغيره؟ الأول لازم نعرف يعني إيه الأول الفايبر أوبتكس أو الألياف الضوئية. ببساطة كده هي عاملة زي وسيلة كده لنقل البيانات، زيها زي الأسلاك النحاسية اللي بنلاقيها في التليفون والشبكات، بس هي مصنوعة من إزاز بس عالي له درجة من نقاء ازاز، عالية. يعني هي مش اسلاك يا دكتورة، من ازاز لا ده إزاز، عالي إزاز الدقة. بس بيبقى مصنوع من له درجة نقاء عالية، علشان موضوع نقل البيانات ده بيحتاج إن أنا بوفر لها زي كده مساحة إنها أو بيئة إنها تتنقل بشكل أفضل يعني. فبيتميز بحجمه القليل جدا، وفي نفس الوقت بنلاقيه ان هو سريع جدا في نقل البيانات، وبنلاقي طبعا ما بيحصلش نويز للديتا او البيانات، فبتتنقل بشكل فعال اكتر لمسافات طويله. طب فعشان كده قدرة الدولة يا دكتورة في الوقت الحالي بعد الكوفيد مختلفة طبعا في التحول الرقمي، الدولة النهاردة بتستعد بتدرب كوادر، النهاردة في تدريب من وزير الاتصالات لمعهد الاتصالات، تمام، واشتغلوا النهاردة على وجود كابلات ودربوا ناس على الشغل ده، هل احنا النهاردة قادرين على كده؟ ايوه، هو طبعا بنلاقي في الفتره الاخيره فعلا الدوله فعلا بتبذل مجهود كبير قوي في انها موضوع تحويل الاسلاك العاديه للفايبر اوبتكس او الالياف الضوئيه، طبعا أشكرك. عشان بيزودوا كفاءه الانترنت، طبعا لان احنا عاوزين كفاءه عاليه في الانترنت عموما يعني. أشكرك دكتورة لبنى محمد أبو المجد، مدرس في جامعة السلاب. حضرتك أنا بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك أنا النهاردة كنت سعيد إن كان معايا الدكتور أحمد والدكتورة لبنى، وبكده يكون انتهت فقرتي مع حضراتكم، ألقاكم على خير في رعاية الله.